تمام، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. طيب، دي لعبة بس سيميليتر 2023. بصراحة لعبة حلوة، نزل لها بلاد كتير قوي نلعب فيها، فيلا نجرب مع بعض. نسجل الشركة الأول، اسم الشركة. لوجو خليه ده. تمام، شكرا. خش كارير. ولا هو البتاع واطي صح؟ جرافيك لوست. طب خليها لو معلش، ان شاء الله تشتغل كويس. برامج التسجيل بتهندل الموبايل قوي هذا. بصوا، في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 يعني دولة تقريبا، او نقول 12 عشان في 3 في امريكا، بعد كده كل واحد في بلد بقى. في دبي والصين، طوكيو دي لسه نازلة بس عجبتني فقلت انزلها. فيفا دبي، ودي برجوي دي فرنسا ولندن. لا في فرنسا، لا مفيش فرنسا، مدريد. نخش في اليابان ونتوكل على الله. الأول هاد بوتون. طيب، أهم حاجة قبل ما نبدأ كده متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، عشان أي ممكن نسيأ، عشان إن شاء الله في عن امتحان يوم 16، فمعرفش الفيديوهات اللي أنا مسجلها تكفي ولا لأ أساسا. ممكن يوم أو يوم لأ بقى، عشان الدعم ميقلش على القناة أوي. صدقت الصراحة يبقى في دعم. تمام، ندي إشارة. هي اللعبة الجرافيك بتاعها حلو قوي، بس المشكلة عندنا في الموبايل هي مع التسجيل، فما ينفعش أشغلها للأسف على جرافيك عالي. معلش بقى استحملوني، بس عايز أجرب اللعبة معاكم يعني. بس حتى يعني الجرافيك لو بحسه كويس. هلو، بس هي الحاجات اللي في الجنب دي مكانتش موجودة. أنا جربتها، لعبت شوية. أنا سينجاكا إكسبرس واي. مين؟ نهار أسود على أسامي. طيب رايحين إن شاء الله، رايحين طلعت فوق راسي. مش مهم، أنا أتوبيس. شمال تاني يا عم، مش عايز انا ده. انت اشارة؟ لا، ده طريق لوحد. ماشي، شد شد شد. المحطة خلصت. ثانية عشان مبطش. بس كده يعني انا شغال محطة واحدة، الاثنين الاتوبيس ده كله شغال على نفرين. الشاشة ممكن في اعلان، هنجهز عشان كان بتطلع معي اعلانات. فانا كار سيلر اساسا، جابلي عقدة من اعلانات. تمام، جابت اعلان فعلا. خلينا نلعب مابا كمان او طريق كمان، يعني هي 10 كل بلد 10. لا كتير كتير، هنحاول نجمع 8 اتوبيس كده، لسه بدري قوي. في كهربا
بدورين، في اتوبيسات كتير قوي في اللعبه دي، بس شكلها محتاجين نعيد بقى الحاجة. طب بزمتكم ده جرافيك لو عند حد يعني؟ انا عمري ما شفت لعبه وانا عامل جرافيك لو وظهر لي بالحلاوه دي الصراحه، مستحيل يعني. عشان تبقى المية يعني عاملة حقيقة كده على الإزاز، يعني لازم يكون جرافيك هاي. في لعب أنا جربتها كده، يلا يلا متأخرش على المحطة، يلا افتح تقوشي. هلو هلو، ورحمة الله وبركاته. هلو هلو. Next stop, Matida Express. نهار اسود على المحطات واساميها، وين البلد العجيبة بتاعت كل ده؟ Turn left. داخل في الليفت اهو، الطريق الجبل اللي احنا ماشيين فيه ده، انا مش شايف حاجة في طريق مغيب. لما هناك بطف حاجة اختاري هواي خراب. استنى غمى عليك، استنى بس استنى، انتوا مالكم انتوا بتساعدوا ليه؟ مش فاهم هنوقف فين بالظبط. زود 60، زود 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 زود، اتوبيس بيجيب 70. طيب الحمد لله. بسرعة عدت على العربية الرخمة دي، أتوبيس ماشي في الأوف رود ما شاء الله، مش ملتزم بالطريق، شفتوا؟ طريق طويل وحلو، أوفيليكس اسمها أوفيليكس تقريبا، عليها شوية لعب حلو أوي، يا أختي. أنا آسف، يا أختي، فشلنا من أوله. عشان مين أول قال لنا على التلات نجوم بين النجومتين؟ ما هي ناقصة، ما هي ناقصة. طب معلش سامحني سامحني سامحني، بقول لك يا بلاش غباء بقى، هي ناقصة خبط تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ سوري سوري، ايوه كمل الطريق يا عم. في حصل طيب، احنا بنوصل شديد. طريق الجبل مش هتقدر يخلص ده يا عم. هارد والنبي انتوا بتخافوا. طب انا معيش فلوس صح؟ رجعي وده لفهالكوا ازاي دي؟ اذا كان هو الطريق معفن هرجع، مش بيخاف رغم دريم باك احنا. طب طبات دي ولا ايه؟ الطريق مكسر تقريبا. خلصوا بقى خلصوا بقى خلصوا بقى، نفس البنزينة برضه. الحمد لله خدت فلوس، خسرت الفلوس. انتوا كويسين ولا متوا؟
في 50 واحد راكب كده. ايه ده، انا خدت فلوس، المفروض ادفع فلوس. طيب الحمد لله الحمد لله. رضا. طيب كفاية كده، معلش فيديو صغير، نرجع لفيديوهات انت 300,000 بس. يا الفلوس دي يعني، وانا لازم احقرها يعني، ما ينفعش العبها باحترام. ده كوتش باس، 1 2 3 4 5 5 أصفار صح. وانا ايه اللي دخلني في الجراج؟ هو الديزل ب40,000، عقبال ما نجمعهم في اخر القناة بقى. طيب كفاية كده، هبقى يكون الفيديو عجبكم، انا همشي اعمل لايك سبسكرايب وشير، وعمرنا عمرنا ما هنجيب اتوبيس تاني. يلا سلام.